السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على تكملة الهرمون. أول حاجة هنتكلم على سايكليك جي ام بي السكند ماسنجر. بعض الهرمونات بتستخدم السايكليك جي ام بي كسكند ماسنجر زي الأدرينالين فاكتور والنيتريك أوكسيد. دول بيعملوا ايه؟ بيعملوا اكتيفيشن لانزيم اسمه جوانيلايل سايكليز انزيم اللي هو بيحول الجي تي بي لسايكليك جي ام بي. وسايكليك جي ام بي ده المفروض ان هو بيعمل ايه؟ المفروض ان هو بيعمل اكتيفيشن لحاجات معينه اللي هو اهمها البروتين كاينيز جي. وزي ما قلنا اي كاينيز هيعمل فوسفوريليشن، فالبروتين كاينيز جي هيعمل فوسفوريليشن لسيفرال بروتين اند انزيم ويعمل الايفكت بتاعه. طب نشوف الادرينالين فاكتور هيعمل ايه. بيمسك مع ترانس ميمبرين ريسبتور، الترانس ميمبرين ريسبتور دي فيها جوانيلايل سايكليز، فيروح يحول الجي تي بي لسايكليك جي ام بي. سايكليك جي ام بي تعمل اكتيفيشن للبروتين كاينيز جي اللي هو المفروض هيعمل فوسفوريليشن اوف سيرتن بروتين، فيبقى الايفكت بتاعها فازو دايلاتيشن، دايوريسيس بينزل يورين كتير، ناتريوريسيس ينزل صوديوم كتير في اليورين علشان يسحب معاه ميه، وبالتالي زي ما يكون بيقلل الضغط شويه. طيب النيتريك اوكسيد، النيتريك اوكسيد از ذا ميجر اكتيفيتور اوف جوانيلايل سايكليز انزيم. نيتريك اوكسيد از برودوسد باي ذا اكشن اوف نيتريك اوكسيد سينثيز انزيم. هو الانزيم ده موجود فين؟ من اهم التشو اللي موجود فيها الفاسكولار اندوثيال سيلز. النيتريك اوكسيد ديفيوز ثرو السيل ميمبرين وبيمسك مع جوانيلايل سايكليز، هنا مش ترانس ميمبرين، هنا سولوبل جوانيلايل سايكليز. الدراج اللي هي بتستخدم النيتروك اوكسيد ان هي تزود النسبه بتاعه النيتروك اوكسيد في الدم، وان هو عشان يبتدي ان هو يشتغل ويعمل الايفكت بتاعه، من اهمها النيتروبريسايد نايترايت اللي هو بيستخدم في الانجينا اللي هي القرص اللي بيتحط تحت اللسان وبيعمل كوروناري فازو دايليتور. والدراجز الثاني اللي هو الفياجرا. طيب من ضمن الهرمونات اللي احنا قلنا عليها هرمونات بتستخدم الكاينيز والفوسفاتيز از سكند ماسنجر، من اهمها الانسولين. الانسولين ريجليت بوست ميتابوليك اند جين اكسبريشن. الانسولين باس فروم البلازما ميمبرين ريسبتور عشان يعمل الايفكت بتاعه عن طريق انسولين سنسيتيف انزيم، وكمان بيافكت ترانسكريبشن اوف سبيسيفيك جين. هو الانسولين ريسبتور عباره عن ايه؟ عباره عن تو ايدنتيكال الفا سب يونت، المفروض ان هما بيبقوا موجودين على البلازما ميمبرين، ودول بيبقوا فيهم الجزء اللي بيمسك مع الانسولين، يعني انسولين بايندينج دومين، وتو ترانس ميمبرين بيتا سب يونت اللي هما بيبقوا داخلين في السيتوزول، ودول بيبقوا فيهم بروتين كاينيز اكتيفيتي. الانسولين ريسبتور فيها بروتين تيروزين كاينيز اكتيفيتي اللي هي المفروض ده هيعمل ايه؟ ده هيعمل فوسفوريليشن للريسبتور نفسها على التيروزين امينو اسيد بتاعتها. والفوسفوريليتد انسولين ريسبتور دي بتعمل فوسفوريليشن لماده مهمه قوي في الخليه اسمها انسولين ريسبتور سبستريت. Another one of this protein enzyme اسمه phosphoinositide 3 kinase. ده بيمسك مع الانسولين ريسبتور سبستريت 1 عن طريق دومين اسمه SH2 دومين. الانزيم ده كاتالايز فوسفوريليشن لفوسفاتيدايل انوسيتول باي فوسفيت، بيخليها فوسفاتيدايل انوسيتول تراي فوسفيت. الفوسفاتيدايل انوسيتول تراي فوسفيت هتعمل اكتيفيشن لكاينيز تاني اسمه بروتين كاينيز فوسفاتيدايل انوسيتول ديبندنت كاينيز 1 اللي هو بيعمل بروباجيشن للهرمون سيجنال عن طريق انذر كاينيز زي مثلا بروتين كاينيز بي. وكان الانسولين عشان يعمل الايفكت بتاعه محتاج بروتين كاينيز كاسكيد، يعني انا كنت بادي بكاينيز معين زي تيروزين كاينيز ودخلت على فوسفو انوسيتايل كاينيز انزيم وبعدين دخلت على بروتين كاينيز بي، يبقى انا محتاجه كاسكيد من الكاينيز انزيم. في المصل البروتين كاينيز بي ده تريجر ذا موفمنت اوف جلوكوز ترانسبورت 4 from internal vesicle للبلازما ميمبرين علشان يعمل استيميليشن للجلوكوز ابتيك فروم بلاد. هنا لو شايفين هنلاقي في الصوره الانسولين بيمسك مع 2 اكسترا سيلولار الفا سب يونت، في عندي ترانس ميمبرين بيتا تشين بيحصل لها اوتو فوسفوريليشن لما الانسولين يمسك. اوتو فوسفوريليشن يعني بتعمل فوسفوريليشن لنفسها علشان هي جواها تيروزين كاينيز اكتيفيتي. التيروزين كاينيز دومين هتعمل فوسفوريليشن لماده اللي هي الانسولين ريسبتور سبستريت، والانسولين ريسبتور سبستريت اهي زي الانسولين ريسبتور سبستريت 1 ممكن انها بتأفكت عن طريق الـ SH2 containing protein bind مع other
بروتين وتعمل لها هي كمان فوسفوريليشن. من ضمن الافكت بتاع الانسولين كمان ان هو هيعمل فوسفوريليشن للفوسفو انستايل باي فوسفيت لفوسفاتيدايل انستول تراي فوسفيت، اللي هي هتعمل اكتيفيشن لبروتين كاينيز معين زي ما قلنا بروتين كاينيز بي. هنا هو نفس الكلام اللي احنا قلناها بنفس الايه الكاسكيد والافكت. تيروزين كاينيز انهيبيتور اند كانسر. تيروزين كاينيز انهيبيتور دي كلاس من الكيمو ثيرابي ميديكيشن، ابتدوا ان هما يعرفوها وعرفوا انها بتقدر تشتغل عن طريق انها تعمل انهيبيشن وبلوك للتيروزين كاينيز. ده تيروزين كاينيز انهيبيتور بلوك سيجنال اوف جروث فاكتور ليدنج تو ستوب سيل جروث اند ديفيجن. سو تيروزين كاينيز انهيبيتور بتستخدم في انهيبيشن اوف البروجريشن اوف كانسر. اللي لقوه جديد ان الجروس فاكتور بتشتغل بنفس الباسوي بتاعه الانسولين. طيب الانسولين ريسبتور سبستريت من ضمنها انسولين ريسبتور سبستريت 1 لها علاقه بالجروس. طيب هو انا يبقى هم ابتدوا يفكروا، هو انا لو منعت التيروزين كاينيز ده كده انا مش هشغل الانسولين ريسبتور سبستريت 1 اللي هي لها علاقه بالجروس، يبقى انا كده ممكن الجروس ده اللي هو له علاقه بالكانسر سيل وان هو يمنع البروجريشن بتاعه الكانسر. وهو ده اللي واضح، التيروزين كاينيز انهيبيتور بتشتغل عن طريق انها تمنع الاكتيفيتي بتاعه التيروزين كاينيز انزيم فبلوك السيجنال بتاعه الجروس فاكتور وبالتالي تمنع البروجريشن اوف كانسر. هرمون as causative agent for cancer. هل في هرمونات ليها علاقه بالكانسر ممكن تسبب كانسر؟ لقوا الاستروجين. الاستروجين ستيميليت بروليفريشن اند ميتاستاتيك بوتنشال اوف بريست كانسر. عن طريق ايه؟ عن طريق دايركت ريسبتور ميديتد اكشن، يعني عن طريق انها تمسك مع الريسبتور وتعمل الايفنت بتاعها، او عن طريق الاستروجين ميتابولايت اللي هو له علاقه بالدي ان ايه وبيعمل دي ان ايه دامج ميوتيشن. طب وبالتالي اي ظروف هتزود اللايف تايم استروجين ليفل او بتطول المده اللي الجسم بيتعرض لها للاستروجين ده بتخليه ريسك ان هو يحصل له كانسر، زي الايرلي منستريشن، الليت مينوبوز، نو بريست فيدنج، هرمونال ريبليسمنت ثيرابي، اوفر ويت، انفايرمنتال استروجين، حد بياخد استروجين من بره، كونتراسيبتيف بيلز، كل ده بيزود الريسك بتاعه الكانسر خصوصا البريست كانسر. طيب غير الاستروجين الاندروجين. الاندروجين ستيميليت بروستات كانسر سيل تو جرو. ان من تستوستيرون از سينثايز برايمري فين؟ في التستس، وفي جزء منها بيتصنع في الادرينال جلاند. في السيركيوليشن حوالي 45% من التوتال تستوستيرون بايند تو 6 هرمون بايندينج جلوبول، وحوالي 50% بايند لوزلي تو البومين، وحوالي اربع الجزء الباقي اللي هو حوالي 5% unbound بنسميه free testo. within test the prostate testosterone is converted irreversible لي dihydrotestosterone عن طريق انزيم اسمه 5 alpha reductase enzyme. تاني احنا قلنا ان الاندروجين ممكن له علاقه بالبروستات كانسر. في المان احنا عارفين ان التستوستيرون بيتصنع في التستس وفي جزء صغير بيتصنع في الادرينال جلاند، وعرفنا دلوقتي توزيعة التستوستيرون في السيركيليشن عامله ازاي. 45% توتال بايند مع 6 هرمون بايند جلوبولين، 50% ماسك مع البومين، و 5% فري. وعرفنا ان وذين البروستات التستوستيرون بيتحول لداي هيدرو تستوستيرون عن طريق انزيم معين اسمه ريدكتيز انزيم. Also testosterone and dihydrotestosterone combined through androgen receptor. Androgen receptor has a higher affinity for dihydrotestosterone than for testosterone. يعني ايه؟ بالرغم من ان التستوستيرون والدايهايدروتستوستيرون يقدروا ان هما يمسكوا مع الاندروجين ريسبتور، الاندروجين ريسبتور بيحب ان هو يمسك مع مين؟ مع الدايهايدروتستوستيرون. وبالتالي الدايهايدروتستوستيرون ريسبتور كومبلكس is translocated to cell nucleus where it binds to various androgen receptor co-regulator leading to activation of transcription of gene with hormone responsive element to induce androgen signaling. Lowering androgen level or stopping them from getting into prostate cancer cell often make prostate cancer shrink or grow more slowly for a time. يعني ايه الكلام ده يا جماعة؟
تاني، احنا قلنا التستوستيرون والدايهايدروتستوستيرون بيعرفوا ان هما يمسكوا مع اندروجين ريسبتور، لكن الاندروجين ريسبتور بتحب انها تمسك مع الدايهايدروتستوستيرون. فالدايهايدروتستوستيرون لقوا ان هما لما بيمسك مع الريسبتور بيدخل جوه النيوكليوس، طالما دخل على النيوكليوس يبقى هيشتغل على دي ان ايه، وهيعمل ايه؟ هيمسك مع هرمون ريسبونس اليمنت وهيعمل السيجنال بتاعه. لقوا ان lowering الاندروجين ليفل او stopping them from getting into او stopping them from getting into prostate cancer often make prostate cancer shrink or grow more slowly for a time. لقوا ان انا لو منعت او قللت الليفل بتاعة الاندروجين بيلاقوا ان البروستات كانسر سيل بيحصل لها شرينك او حتى الجروث بتاعها بيبقى على فترات طويله، يعني بيحصل لها جروث ببطء. طيب الهرمون استيومر مارك، هل المعامل او الدكتور ممكن يطلب هرمون علشان يعرف هو فيه تيومر ولا لا؟ زي الانسولين، الانسولين بستخدمه في ايه؟ في الانسولينوما، ما هي الانسولينوما دي تيومر في البنكرياس، بستخدم الانسولين كتست علشان اعرف هو في انسولينوما ولا لا. الكالسيتونين ده هرمون بيستخدم عشان اشخص الثايرويد ميدالاري كارسينوما. في الميدالاري ثايرويد كارسينوما ده عباره عن كانسر موجود في البارافلوكولار سي سيلز، بلاد ليفل بتاعه الكالسيتونين دايما بيبقى اكتر من 100 بيكو جرام بير ميلي. الميدالاري ثايرويد كارسينوما عاده بتبقى انهيرتد، عشان كده بلاد كالسيتونين كان بي ميجر تو ديتكت كانسر ان اتس early stage، خصوصا في الفاميلي ممبر اللي هم at risk، يعني هو عنده history في العيلة ان هو حد قريب وجاله medullary carcinoma، فمجرد ما بيبقى فيه الهيستوري ده وهو عنده شوية اعراض بسيطة اوتوماتيك الدكتور يروح طالب له الكالسيتونين عشان يعرف يشخصه ولا لا. human chorionic gonadotropin اللي هي البيتا HCG، HCG blood level are elevated in patient with some type of testicular ovarian cancer and cholecarcinoma. دايما بيطلبوها لو هو شاكك عنده ان واحدة عندها ovarian cancer او واحد عنده testicular cancer او في cholecarcinoma، دايما بيطلبوا البيتا HCG كتست علشان يشخصوا بيه. الهرمون كاتابولايت and end product زي ال VMA اللي هو vanillyl mandelic acid، ده بيستخدم كتيومر ماركر for pheochromocytoma اللي هي تيومر في الادرينال المضلة، واللي هي 5 هاي اللي هو هيدروكسي اندول اسيتيك اسيد بيستخدم عشان الدايجنوزس اوف الارجنتافينوما. طيب لو انا اتكلمت على هرمون اسكيمو ثيرابي اوف كانسر البروجستيرون، البروجستين اور بروجستيرون لايك دراجز هاف بين يوزد في تريتمنت اوف ادفانسد بريست كانسر اند اندوميتريال كانسر. دلوقتي بيستخدموا البروجستيرون عشان يعالجوا البريست كانسر والاندوميتريال كانسر. طب الاستروجين، الاستروجين اجونست اللي هو الداي اسايل ستالبوستيرول از اوكاجنالي يوز تو تريت بروستات كانسر عن طريق ان هو بيعمل سبريشن للتستوستيرون برودكشن، يبقى هو بيستخدم الاستروجين علشان يعالج الايه؟ البروستات كانسر. الداي اسايل ستالبوستيرول از سترونج استروجين بيعمل سبريشن للبيتيوتري سيكريشن اوف ال اتش هرمون and consequently inhibit the testicular testosterone production، وبالتالي بيستخدم كأنتي أندروجين. may also increase serum sex hormone binding globulin، وبالتالي بيقلل الليفل بتاعة الفري تستوستيرون في السيركيوليشن. يبقى تاني انا قلت الدايسايل ستالبوستيرول ده strong estrogen بيستخدم في treatment of prostate cancer، قصته ايه؟ بيعمل suppression للبيتيوتري secretion of LH، وبالتالي بيعمل انهيبيشن للتستيكولار تستوستيرون برودكشن، وبالتالي هو كده انتي اندروجين. مي اولسو انكريز سيرم سكس هرمون بايندينج جلوبلين اللي هو بيمسك مع التستوستيرون فيقلل الليفل بتاعه الفري تستوستيرون. داي اسايل ستالبوستيرول كمان ليها دايركت افكت على البروستات، سايتوتوكسيك عليها اند انهيبيت البروليفريشن، وبيعمل اندكشن للابوبتوزيس في البروستات كانسر سيل لما لقوا عملوا ده على تيشو كالشر لها. يبقى هو كمان غير ان هو بيأثر على التستوستيرون هو له افكت على البروستات نفسها اللي هو بيزود الابوبتوزيس، يبقى انا لما هستخدمه في كانسر بروستات هيبتدي ان هو يعالجها لي. inhibitor of hormone senses as a chemotherapy aromatase inhibitor. aromatase inhibitor the important class of drugs used for treatment of breast cancer،
خصوصا في البوست مينوبوزال وومن. ات مينوبوز الاستروجين برودكشن في الاوفري سيسز بيقف، لكن الاذر تيشو كونتينيو تو برودوس استروجين ثرو الاكشن اوف انزيم معين اسمه اروماتيز، بيشتغل على الاندروجين اللي هو بيطلع من الادرينال جلاند. When الاكشن اوف اروماتيز از بلوكد، استروجين ليفل في البوست مينوبوزال وومن كان دروب تو لو ليفل، causing growth arrest and or apoptosis of hormone responsive cancer cells. يبقى زي ما قلنا الاروماتيز انهيبيتور ده قصته ايه؟ هستخدمه في البريست كانسر خصوصا في البوست مينوبوزال وومن. اشمعنى؟ عشان في البوست مينوبوزال وومن رغم ان الاستروجين خلاص ما عادش بيطلع بالاوفري، الا ان هو بيطلع عن طريق مين؟ بيطلع عن طريق الادرينال جلاند اللي هي بتطلع اندروجين، والاندروجين عن طريق اروماتيز انزيم بيتحول لاستروجين. يبقى انا عايزه اوقف الاستروجين ده خالص عن طريق ان انا اعمل ايه؟ اوقف الاروماتيز انزيم اللي هو شغال، فبشتغل بحاجه اسمها اروماتيز انهيبيتور، وبالتالي لما هوقف الاستروجين ده هيعمل جروس اريست، هيعمل ابوبتوزيس اوف هرمون ريسبونسيف كانسر سيلز. هرمون ريسبتور انتاجونست، هرمون ريسبتور انتاجونست بايند تو نورمال ريسبتور for a given hormone and prevent its activation. وكأني انا مش هشتغل على الهرمون نفسه، انا هشتغل على الريسبتور. مش اي هرمون عاوز الريسبتور، طب خلاص انا هوقف الريسبتور بتاعت الهرمون، يبقى انت وقفت الاكشن بتاع الهرمون. Selective estrogen receptor modulator اللي هو التاموكسافين، وده حاجة مهمة جدا دلوقتي. Selective estrogen receptor modulator important class of hormonal therapy agent which act as antagonist of estrogen receptor and are used primarily for treatment and chemo prevention of breast cancer. Tamoxifen is currently first line of treatment for nearly all premenopausal women with hormone receptor positive breast cancer. انتوا عارفين دلوقتي اي حد بيجي له بريست كانسر دايما الدكتور بعد ما بيعمل استئصال للثدي وان هو يروح يحلله ويشوف هو ورم حميد ولا ورم خبيث ولا كده، بيطلب منه تحاليل معينه، من ضمنها حاجه اسمها الاي ار والبي ار. ER ده اللي هو استروجين ريسبتور، والPR ده بروجستيرون ريسبتور. ليه؟ علشان الER ده لو موجود، وخصوصا لو الفيميل دي بري مينوبوزل، هيبتدي ان هو يديها التاموكسافين. التاموكسافين ده بيعمل ايه؟ المفروض ان هو سيلكتيف استروجين ريسبتور مودوليتور، انتاجونست اوف استروجين ريسبتور، وبالتالي اقدر ان انا استخدمه في التريتمنت بتاعت البريست كانسر دي، وبيقلل لي شويه قصه الكيموثيرابي بكل مشاكله بكل سايد افكت بتاعه. انتي اندروجين، انتي اندروجين ده كلاس اوف دراج ويتش بايند اند انهيبيت اندروجين ريسبتور، وبالتالي بلوك جروث اند سيرفايفل بروموتنج افكت اوف تستوستيرون على سيرتن كانسر بروستات. نفس الفكره، انا هشتغل انتي اندروجين ده هيقفل او هيعمل لي بلوك للاندروجين ريسبتور، وبالتالي هيقفل لي الجروس بتاعت البروستات كانسر. هرمون ريسبتور اس بروجنوستيك ماركر، اي ار ام بي ار اللي احنا لسه كنا بنتكلم عليها. اي ار بي ار ار بروتين فاوند ان ذا نيوكليوس اوف بريست اند يوتيراين تيشو. A level of ER in the tissue is used to determine whether a person with breast cancer is likely to respond to therapy with tamoxifen ولا لا. Which bind مع الريسبتور وبلوك الاكشن بتاعت الاستروجين اللي احنا لسه قايلينه. وبالتالي الومن اللي هي ER negative دي ايه؟ دي عندها greater risk للريكرنس اكتر من ال ER positive. تاني، مش احنا قلنا بعد ما هيعمل استئصال للورم ويحلله هيقول له اعمل اي ار وبي ار؟ طيب الاي ار ده بيحدد لي ايه؟ بيحدد لي هل هي هتستجيب للتاموكسافين ولا لا، اللي هو بيعمل اكنه بلوك للاستروجين ريسبتور. طيب ولقوا ان الاي ار وومن اللي هي نيجاتيف ليها ريسك، انها بيحصل لها ريسك للريكرنس بتاع البريست كانسر اكتر من الاي ار بوست وومن. هير تو نيو اللي هو هيومن ابيديرمال جروث فاكتور ريسبتور. HER2 the protein stimulate breast cancer cells to grow. حوالي 25% من البيشنت اللي عندهم breast cancer بيبقوا عندهم tumor over express HER2 which is associated مع aggressive disease, poor clinical outcome,
and shortened overall survival. وبالتالي الدكتور بيطلب الاي ار والبي ار وبيطلب الهير 2. طب بيطلب الهير 2 ليه؟ علشان عاوز يشوف هي التومر دي اكسبريس هير 2 كتير ولا لا. طب لو اكسبريس هير 2 يبقى دي اجريسيف، يبقى في بور كلينيكال اوتكم، يبقى في شورتند سيرفايفل ريت.